والاورال والدنتال ويعني الليزر الليزر الموضوع ما عندناش حاجات كتير قوي هو هنركز على الحاجات دي الحاجات دي مثلا طبعا نفس السيستم اللي احنا ماشيين فيه اهم حاجه يعني كده السيمبل تتعامل معاها ازاي وبعد كده تشوف ايه المصدر سبيكت الدايجنوزي وبعد كده تحدد اذا كان ده محتاج او تو سي ولا مش محتاج وبعد كده تشوف ايه النظام اللي هو البراكتيكال عندك وبعد كده تقول مثال ليه لو شفتها ممكن تقدر تطلع ايه سيستم ثالث اول حاجه هنتكلم معايا النهارده في الفود بروبلم اوكي مشاكل الطبيعه طبعا هو طبعا الناس الخمكه اللي هي هتلاقي بعض النقط عارفينها وفي بعض النقط كبيره دي واحد جاي يشتكي من الرجل طبعا الشكوى بتاع الرجل ده هتعتمد على السيمبل او الديسكربشن دي الشكوى ديسكربشن الشكوى تاني حاجة على اللوكيشن يعني هو بيشتكي من حتة الرجل وطبعا بيشتكي ايه الديسكربشن بتاع الشكوى أول حاجة لو كان بيشتكي إن المشكلة في ما بين الصوبة على الرابع والخامس طبعا ده معظم الناس عرفت على طول اللي هي ايه التانية فيمس بيبقى ايه المشكلة في الصوبة على الرابع والخامس في الرجل الصوبة على الرابع والخامس ايه المشكلة بيبقى فيها وايتنس بيبقى مبيضة وماسيريشن ماسيريشن معناها الجلد مقطوع ومهري وطبعا لها باك اوضر اللي هو اوفنسيف اوضر وفي نفس الوقت بتبقى ساعات ريدن يبقى ايه موجود يبقى اول حاجه عندنا واحد جاي يشتكي ان ما بين الصوبة الرابع والخامس في اتشنج يعني هيجان جامده جدا وريد وايتنس وفي نفس الوقت ماسيريشن اللي هو الجلد مقطوع طبعا معظم الناس اللي خدوا رابعه عارفين ان دي على طول تينيا بيتس ده احد امراض ال الفطريات اللي بتصيب القدم وطبعا ديت معاها الموتوزا. والله لا ما بيوصلش للوصف ده وبيوصل حاجه ثانيه بيقول ان البيج تو او الانكل الصبع رجل الكبير او الانكل صدري يمكن صدري مهمه قوي صدري فجاه كده في يوم وليله بقى محمر ووارم وبينفول يعني يا دكتور انا صبع رجلي الكبير يوجعني جدا ووارم ومش قادر ادوس عليه. قال لك الكلمه دي طبعا هي بتبقى في رجل واحده مش في رجلين مع بعض. قال لك الكلمه دي يبقى الاكسبكتد دايجنوز هيبقى غالبا في هذه الحاله هيبقى الجو اللي هو المقرص الاكسبكتد دايجنوز هيبقى غالبا المقرص فبتقول له ايه في هذه الحاله طبعا هتقول اي بي سي يعني لو هو مثلا عاوز حاجه سريعه هيبقى طبعا الفورات المتاحه عندنا طبعا احنا هناخد الجو من درجه تبقى ديتيلز في النظر ولكن هنركز بس ازاي تلقطها في الصيدليه لان لما بتيجي الشكوى ايه صبع رجل كبير وارد او ساعات الانجل هي دي فعلا الكلاسيكال مانيفستيشن الجو لازم يبدا لانه صوبع رجل كبير او الانجل زي ما احنا عارفين تبقى في رجل واحده مش في رجلين بيشتكي من صوبع رجل كبير مره واحده كده فجاه بقى رد وسورن يعني وارم وفي نفس الوقت بنفر تشك ان هو يا اما هتديله حاجه او الصح انت تقول له اعمل لي تحليل سيرم يوريك اسيد تحليل اليوريك اسيد فيه اضرار اوكي طبعا عشان تعرف الفاليو من خلالها تقدر تقيم الصوت كويس ولا بيرن ورا الناس اللي ورا سامعه كويس كده احسن ولا اوكي طيب لو هي كانت شكوى كانت جو الجو مش اوتو سي طب تالت حاجه لو بيشتكي ان في لجن الفود سول فود سول اللي هو ايه باطن القدم يعني من تحت باطن القدم فود سول اللي هو باطن القدم ويز بلاك دوت انسنتر بينفول ووكينج كونيت يعني بيقول لك في زي حاجه كده دكتور في بطن رجلي لما بدوس عليها بتوجعني جدا وساعات بيبقى فيها ايه نقطه سمراء طبعا عندنا يعني نوع من الناس لقطتها اللي هي غالبا بتبقى عين سمراء اوكي احنا بنقول مشاكل اللي بتجيلك صيدليه من واحد بالشكل ده دي بتبقى عين سمراء هنشوف صوره بعد السلايد دي لو احنا حابينها مثلا نخش عليها عين سمكة اللي هي الانجلش اللي هي بلانتا وورز شكلها هتلاقي هنا عندنا لو لاحظوا الصوبة عليها كبير هي طبعا الصورة منها مدمقة شوية مش باينة يعني في هنا مسمر شوية في بطن القدم طبعا منها مع نفس الوصف اللي بيدوس عليه بوجعه جامد دي غالبا بتبقى اللجنة بتاع عين السمكة ايه الكاركترستك في عين السمكة؟ الكاركترستك ان هو في بطن القدم مفيش لجنة تاني في بطن القدم غير عين السمكة اوكي طبعا حاجة تاني حاجة ان هو لما بيدوس عليه بيبقى طبعا الورد دي فايرال انفكشن فبالتالي هي معدية ده طبعا هنا برضه في لجنه ولكن طبعا الصوره مش واضحه قوي ولكن على اساس ان ممكن بتنزل على المنطقه بتاعتك طب نرجع تاني جوه
لو كان في مصر القرن وفيها مسمرة وكانت وجعها ملبوس عليها يبقى غالبا هي عين سوداء. طب بعد كده لاحظوا ان الفوت معظم الناس بتعرفها قدام عارفين معظمها عشان كده يعني مش مسجلين كده. اخر حاجه لو كان هارد ليجن اون بون سيرفيس اون كومبريشن سايت لو كان في زي ليجن ليجن طالع فوق بس مش في بطن القدم بيبقى موجود فين؟ يا اما في السطح العلوي من القدم او في جوانب القدم بيبقى موجود فين بالظبط؟ اون بون سيرفيس على الجوينت بتاع البون يعني على مفاصل القدم من قدام هتلاقي الليجن ده موجود. لو جينا نبص لشكله اللي هو كان موجود جنب المورفس شايفين هنا اللي كده الليجن ده؟ دي حاجه صوبع الرجل اللي هو التاني اللي هو جنب الصوبع الكبير الليجن موجود من فوق. ده صوره دايجراماتيك لها بيبقى الليجن موجود هنا ساعات بيبقى موجود في الجوانب. اوكي؟ ده طبعا ايه سببه؟ ده هايبر كيراتوزيس ده مش انفكشن خالص ده هايبر كيراتوزيس نتيجه الكومبريشن بتوين الليج مع الجزمه اللي هي الشوز يعني الكومبريشن كونتورس فريكشن بيعمل نوع من الهايبر كيراتوزيس بيأدي في الاخر الى ظهور الليجن ده. اوكي طبعا ده مش فايرال انفكشن خالص احنا بنسميه في البلد يقول لك ايه؟ كولر ده كولر اللي هو النقطه البلدي اسمه ايه؟ كولر. طبعا الجلاندر وورتس اللي هي النقطه البلدي عندنا عين السبب. طبعا يمكن سهله هي كبدايه بس على الناس دي والله لا ان هو ما فيش فيه الحمد لله الحمد لله ما لكش يبقى الشكوى الرئيسية في القدم ايه؟ الشكوى الرئيسية في القدم عارف يعني القدم الشكوى الرئيسية تبقى ايه؟ اللي هي ممكن تبقى تانية لو كانت في الصوبة الرابع الخامس اللي هي ممكن تبقى عين سمكة لو كانت في بطن القدم بتوجعها اللي هي ممكن تبقى قدره لو كانت في الجوانب او فوق وهي عبارة عن فايبر كيراتوز في مناطق البون لازم تبقى فوق بون عند مفصل بون اوكي؟ او تبقى جوز لو كان صوبع الرجل الكبير وان او الانكيا وان هي دي اللي غالبا شكلها. والله بقى غير كده جه قال لك ايه؟ قال لك انا بس رجليا بتوجعني ما حددش اي برانتر اي برانتر خالص ممكن يكون الاكسسيف وركينج او ستاندنج واحد مثلا يعني شغال من اول يوم لغايه اخر وجع اخر اليوم رجله وجعاني مش قادر من كتر شو وجع الجلد كله رجله وجعاني فممكن تاثير حالك يبقى الاكسسيف وركينج فور ستاندنج تاثير حالك تبقى بس ايه ارتاح وخلاص اوكي عشان تبقى تامين الحاجات الرئيسيه بتاع طبعا ما كنا عارف المعلومات دي هي بس حبينا نقولها عشان نجمعها مع بعض. طبعا لو مسكنا ايه اللي وقع ليجن اللي هي كانت الجوت الجوت ده مش فوتوسي مش فوتوسي بيز انا مش عندنا الثانية
المشكله الثانيه هيبقى ممكن ندي توبيكال اكسترنال او ممكن ندي سيستميك. طبعا مهم جدا الديوريشن تبقى من 2 ل 4. لو جينا نبص للاكزامبل للتوبيكال اكسترنال دي اسامي الدراجز في الميدازول جروب. طبعا عندنا مايكنازول وكلوتريمازول وطالبونازول اللي هو عندنا في الماركت تروسيف وكابستير وكولوسول سبراي وجرماتين. طبعا الجرماتين في منه اكثر من فورموليشن والدكتارين والميكوناز. وعندنا ماده طول نفتين دلوقتي كيور والتير بنفين اللي هي اللاميزي. لو جينا نشوف اكزامبلز اوكي هي اكزامبل كده عاوزين اسامي تاني. هو بيقول لي ان هو كده كده بيقول عن المنتزه فمش لازم نكتب الكلام ده يعني. اوكي طب بعد كده اللي هي الاكزامبل الجرماتين والكارنستان دي كلها بتحتوي على كلوت المازول. الدكتارين والميكونات بيحتوي على المايكونازول والكولوسول زي الجرماتين ولكن ده فورميشن جديده نازله سبرينج. عندنا برضه الكيميا كيور بيحتوي على ماده تول نفتين والتروسيل بيحتوي على تايكونازول واللامزيل بيحتوي على التيربنتين. الاحدث في ادويه التوبيكال هو اللامزيل والاقوى في الايفكت يعني ديوريشن. بيقول لك معظم الادويه يقول لك اللامزيل يكفي جدا اسبوع بقيه التوبيكال يقول لك من 2 ل 4 اسابيع انما اللامزيل يكفي جدا اسبوع. ده بياكد ان هو تول ثلاثه. اوكي طيب دلوقتي احنا بنقول ان انت فانجر موجوده في الماركت عندك هتلاقيها على هيئه سوليوشن يعني في محلول زي الجرماتين محلول وهتلاقيها على هيئه كريم وهتلاقيها على هيئه سبراي وهتلاقيها على هيئه باودر على هيئه باودر. بالنسبه للتانية اصابع القدر التانية اصابع القدر الافضل كفورميوليشن هو الباودر والكريم. الباودر والكريم افضل فورميوليشن للتانية اصابع القدر هو الباودر والكريم. يعني بقى بعد كده الاورنتمنت واخر حاجه خالص هو السوليوشن. اخر حاجه هي السوليوشن الترتيب افضل يعني. السبراي هو طبعا دخل الفورميوليشن دي احنا لسه مش كده بس نسهلها عليها شويه ولكن هو برضه يعتبر سكند ماجورتي بعد الكريم والباودر. اوكي بعد الكريم قبل الاورنتمنت وقبل السوليوشن. اوكي احنا بنقول ممكن تدي سيستميك انتي فانجر. طبعا في كذا نوع من السيستم كان فانجر ولكن الاشهر على الاطلاق في السرطانات دلوقتي هو ماده الفلوكونازول. ماده الفلوكونازول دي بتتاخد مهمه قوي تعرفوها هي كبسوله اسبوعيه كبسوله كل اسبوع يعني دي من الحاجات النادره جدا اللي ما تنساش كبسوله في الاسبوع مره واحده في الاسبوع. اوكي فبالتالي لو انا بقول الديوريشن اوف السيرابي هنا مثلا اسبوعين من اربع اسابيع اللي هو هياخد ماشي لمده اسبوعين يبقى هو محتاج كبسولتين كبسوله مثلا لحد ده وكبسوله لحد اللي بعده. اوكي طبعا الماده الفعاله هي الفلوكونازول. البراند اللي كان عليه طبعا كان ديفلوكام بتاع فايزر ولكن غالي جدا فبدا ينزل بعض الماركت في الماركت بعض البرودكت اللي سعرها اريح شويه الفلوكوران والفانجيكام والتريفلوكام دي كلها نفس الماده الفعاله بتحتوي على فلوكونازول 150 مللي جرام ودي بتاخد كبسوله بس دي ممكن تبقى كاوبشن برضه بعد التوبيكال في علاج التاني اصابع. ده بالنسبه للتاني اصابع القدم دي طبعا الصوره اللي احنا طلعناها ولكن برضه الصوره هنا على المنتدى لو حد مثلا عاوز يشوف الصوره. تاني حاجه نتكلم على فورنس وورنس. قلنا الورنس اللي هي ايه؟ عين السمكه والفورنس اللي هي قلنا عليها الكبر والحاجات دي كلها. عين السمكه اساسها فايرال والفورنس او الكبر ديت اساسها هي انفكشن مع شيء يعني مش انفكشن فقط ولكن الاثنين عين السمكه والقرن الاثنين علاجهم واحد. عين السمكه والقرن الاثنين علاجهم واحد. طبعا علاجهم عن طريق ماده كروتوليتيك اللي هو الساليسيليك اسيد. موجود عندنا في الماركت على هيئه هما تو جنريشن فقط اللي هو الكارنومات والكورنيا. اوكي؟ كارنومات وكورنيا هما دول تو جنريشن اللي بيحتوي على الساليسيليك اسيد. في جنريشن ثالثه بس اللي هي ايه؟ لزق القرن. بيقول لك لزق القرن. حاجه ثالثه بس دي مش كورنيشن في الصيدليه. ده بيحتوي على ساليسيليك اسيد ان هاي اماونت حوالي 30% يعني 30% من الكونفريشن ساليسيليك اسيد. الهدف انه يبقى ليه كروتوليتيك اكشن
يشيل الليجن كله. اوكي طيب مهم جدا الكاركتريستيك اكشن بتاعه قوي جدا، لو اتحط على الجلد السليم ياخد كمان جلد سليم. فبالتالي اي بي سي بتستخدم الكارنيال طبعا بتتربع عليه الكلام ده، ان هو الجزء المحيط بالليجن لازم يتحط عليه طبقه من البروتكتر، وافضل حاجه هو طبقه دهنيه زي الفازلين كاكاو بطل اي حاجه من الحاجات لازم تتحط على الجلد المحيط حوالين الليجن طبقه من الفازلين او كاكاو بطل. المهم حاجة دهنية تحمي من تأثير السلسلة أسد على الجلد أو النورمال أو الهيبس تيشو أراوند ذا ليجن. أوكي؟ بنحط لمدة قد إيه؟ حوالي 21 يوم أتوقع، يعني تأثير جرادوال، فبالتالي نستحمل إن التأثير هيبقى جرادوال مش من يوم لليلة، هتحط هتلاقي ابتدت المورتز دي أو الكارت، بتبقى حوالي إيه؟ الماكسيموم بيبقى 21 يوم. السلسلة أسد طبعاً لو الدكتورة روعة فيه، لو هو مريض دايابيتيك ما ينفعش تديها أنت بنفسك، لازم نروح للدكتور. لو عمل كارديوليتك اكشن وعمل بليدنج وعمل قوته وعمل تجريح ولا حاجه هتعمل مشاكل كبيره عند مريض السكر، طبعا دي من فلوس الضريبه هتعرفوا المشاكل دي. اوكي يبقى إيه علاج الورتس او الكارلوس او الكورنر او الكورن سوري هي ايه؟ سلسله تركيز عالي يتحط على اللجن يوميا لمده 30 يوم، تحط تحوط الجزء المحيط في طبق الفازلين لحمايته، ودي اكزامبل في الماركت. يعني لو انت مثلا بتدي لواحد، احنا طبعا بقارن دي بالذات ليه؟ لان هم قوي تعرف الكلام ده. هتدي له مثلا كولوم ماك ماسك صباحا ومساء لمده 21 يوم مع حمايه الجزء المحيط بطبقه قليله من الفازلين. دي بيت ما تجيبوش على الفازلين، هيجي بعد فتره ومشتكي ان الجزء المحيط اتهرب. اوكي؟ لو ما تجيبوش على 21 يوم ممكن يفتكر بعد يوم ليله المفروض اللجنه يختفي ويجي لك الدكتور ده ما عملش حاجه، يعني فانتوا عارفين الحاجات دي. اوكي؟ يبقى دلوقتي ارتحت تاني، يبقى القدم فيه اربع لجن، الصمت اللي يعني السمكه والتلق وعلاجهم معاك، تاني اصابع القدم قلنا عليها والجنب ولا دي مش هتيجي. اوكي دول اربع لجن موجودين عندنا فيه. نخش على بعد كده اللي هو الاورال، الاورال بروبلمز مشاكل الاورال. اوكي طبعا برضه الدور ديت يعني كده سنه اروح في فيها الهربس ويعرفوا بعض كويس. طيب بالنسبه لي الكوره ايه المشاكل؟ واحد جاي يشتكي من الكوره مشكله في بقه. لو بصينا ليه الصور اللي ممكن توضح، هي دي الصور اللي ممكن توضح الليجن. اول حاجه مش عارف على الناحيه اليمين خالص فوق زي ما احنا شايفين، لو الليجن في الفم بس ايه؟ كروب اوت سايد، كروب اوت سايد، وعلى هي الفيزيكال يعني ايه فيزيكال؟ حبوب فيها ميه وجرب على الدور فرد او ديكريس الاميونيتي يعني انتهاك قلق نفسي مرض معين، ده غالبا بتبقى الهيربس. اوكي؟ الهيربس يبقى اول لجن ممكن يحصل فيه الفم، بس هنا بيحصل على اللب مش مره وليس كروب اوت سايد، كروب اوت سايد زي ما احنا شايفين بيبقى عباره عن فيزيكال حبوب فيها ميه فيها ميه مع فيها ميه كده، وديت بتبقى تيجي بعد دور برد او بعد دور في ديكريس في الويل يعني فتيج مثلا ارهاق شغل كتير قلق نفسي الحاجات كلها مره واحده كده تظهر. اساسها طبعا هي انفكشن بالفيروس اللي هو الهيربس سيرفكس فيروس. ده اول حاجه لو قال لو فعلا جاء بيشنت وبيوريك الليجن هو زي هو طبعا بالنسبه للوقت احنا ما نشوفش الليجن يعني مش هيبقى سقط يعني ايه الليجن بالظبط. لو جه وراك المنظر ده تعرف ان انت غالبا بتتعامل مع حاله هيربس وهنقول لك عليها دلوقتي. طب تاني حاجه لو جه وبيعمل لك فوق كده زي الرسمه اللي جنبها من فوق بيعمل فوق كده بيوريك انسر بيضاء اللي تقرح ابيض اللي هو بالظبط في الماوس اللي هو الحته دي. اوكي ده انسر اللي هي بنسميها الماوس بنسميها تقرحات الفم اللي هي الاورال سور. اسم اللي اكتشفها واحد اسمه كانكر يعني اللفظ العلمي كانكر سور هي يعني بغض النظر عن اللفظ العلمي. المهم هي تقرحات الفم سببها ايه؟ سببها اكتر من سبب، ممكن يكون نقص في الفيتامين يعني والمينرالز يعني نوع من انواع الانيميا، ممكن يكون نتيجه البيتن يعني عض عليها وجرحها او فريكشن مع الاسنان مع يعني جاي بياكل بسرعه راح مجرحها باسنانه فبدا بعد كده يحصل فيها بكتيريا، او ساعات تكون نتيجه الباب هايجين اللي هو ايه ما بتسيبش بقه والكلام ده كله، فالبكتيريا اللي موجوده بعد من بقايا الاكل بدات هي تعمل انفكشن في هذا الدور. فلها اكثر من سبب. المهم هي شكلها كاركترستيك جدا بتبقى عباره عن ليجن
in the left from inside بيبقى عبارة عن وايد فيرجن ويز وايد كفر زي ما احنا شايفين ده لسه جه اللي هي تفرقات والله ده ورانا الليجر مش ده ولا ده ووريه لك على حين الصورة الثالثة بيوريك ايه هي مشكلة الإنسان بيوريك مشكلة الإنسان ايه مشكلة الإنسان وايد ماتش او وايد ديسفيجرنج اوف ذا ايل فان الإنسان شكله كده زي ما بيقول لك عليه تشوهات بيضاء وساعات التشوهات البيضاء دي داخلة كمان الباك اوف ذا ايل ماوس يعني كمان لورا يعني لو طلعت الصورة مش بس على الفان لا كمان في الباك لو طلعت ده الايه سقف الحلق من جوه كمان عليه وايت باتش اوكي دي طبعا احنا دي بتبقى ايه فانجا انفكشن لو موجوده في الاطفال بيبقى السبب الرئيسي كتر استخدام الانتي بايوتيك لو موجوده في الناس الكبار بيبقى السبب الرئيسي كتر استخدام الكورتيكوسترويد لو موجوده في الاطفال السبب الرئيسي كتر استخدام الانتي بايوتيك طبعا كل ما يعلى انت بيقول دواء مضاد حيوي وما بيحبش المستمريه على مضاد حيوي ما بتقطعش كده ما بيحبش اصلا مضاد حيوي مش جايب نتيجه بص مره واحده كده بقى مع استخدام مضاد حيوي ايه ظهر بقع بيضه في الانسان اوكي ساعات تبقى تسفجر يعني لازم تبقى ايه بناخد شكل معين ساعات تحس ان هي نقع بقع كده متفرقه عن بعضها تحس ان فيها شكل غريب للانسان المهم هي ايه وايت باتش على الفم بتسبب فانج سبينر دي بتبقى جوه الماوس دي بتبقى فانج انفكشن لو وراك الليجن ما جهزتش الصوره يبقى احنا عندنا مشكله ماوس ثراش نسميها ماوس ثراش او كاندا ثراش هي كاندا انفكشن في الكلى طيب رابع صوره لو تلاحظوا ان في تغيير في درجه اللمعات هنا يعني طبعا الصوره مش واضحه قوي ولكن هي بتوضح لك ان الجنجفا اللي هي اللثه جنجفا ملتهبه يعني ليه الجزء لونه طبيعي الجزء لونه مزرق شويه وواقع شويه عن الطبيعي لو جه البيشنت بيشتكي لك يقول لك بص يا دكتور على اللثه واقفه ومزرقه ده طبعا هو بيتكلم عن حاله جنجفايتس الجنجفايتس اللي هو التهاب اللثه اوكي احنا بنجمع ايه المشاكل اللي هي شكلها منها فيه هو اوكي خامس حاجة اللي هو لو جاي يشتكي لك من الشيرد لبس، الشيرد لبس معناه يقول لك ايه؟ الشفا بتاعي مشققة، طبعا في مشهورة جدا بنشوفها في ساعات في الصيف أكتر اللي هو الشفا مشققة من كتر شرب الشاي والجو الحر، طبعا كانت حالات بسيطة جدا تديله ايه؟ زبدة الكاكاو يعني زبدة الكاكاو أو أي كريم مرطب لو اديته بنسينول أو كاربامايل أي أو زيت وليف هيلطفها بيبقى كويس جدا. إنما السبب الرئيسي بيبقى الجو الحر وإيه شرب المية وشرب الشاي على اللي هو يشرب حاجات سخنة ومش المقصود الشاي بنفسه المقصود ان يشرب حاجات سخنه جامد طبعا ايه الشاي مش هنشرب مجمله يعني يشرب حاجات سخنه جامد دي تعمل ايه؟ دي هيبقى تعمل ايه؟ دي هيبقى السلسله فالسر يحصل لها جفاف يبتدي يحصل لها ايه؟ الكراكنج او الشيب اللي هو ايه؟ تشققات ايه؟ النفس اللي هو ايه؟ تمام نرجع تاني هتبص تلاقي المشاكل اللي ممكن تصيب الانسان في الفم يا اما الهربس سيرفكس اللي هي الباوز والكوتوسيب يا اما الماوس رش اللي هو الفامبل انفكشن قلنا اللي هو الباتش الباب دي تو سي يا اما الدور الصور اللي هو الكايكر صور اللي هو تطرحات الفم من جوه ده برضه تو سي او التهاب اللثه ده او تو سي او الشيف ليبس تو سي طبعا الشيف ليبس مش محتاجين نتكلم عليها زبده الكاكاو كويسه جدا كل الاخبار هي زبده الكاكاو وهي كويس قوي او اي كريم مرطب هنبتدي نتكلم بسرعه كده على الباني يعني لو خدنا مثلا التهاب اللثه التهاب اللثه طريقه علاجه اساسا بيقول ان السبب الرئيسي لالتهاب اللثه هو طبعا التهاب هيجين يعني ما فيش نظافه كويس ما بيغسلش مخه بعد ما بياكل او قبل النوم فبالتالي في بكتيريا بتعمل التهاب برضه وجود الجير على السنان الجير اصلا في مكوناته هو تنصيبات كالسيوم على بكتيريا على حاجات كده الجير بيساعد اكتر على ان يعني كل ما كان في جير على الاسنان كل ما كان في فرصه ان يحصل الجنجفايتس بمعدل اسرع. اوكي؟ طب سببها بكتيريا انفكشن طبعا علاجها الاساسي هو انتي بايوتيك طبعا هنا نوع بكتيريا انيروبيك بكتيريا هم في ثلاثه انتي بايوتيك هم الافضل في علاج الانيروبيك بكتيريا يعني مش ثلاثه انتي بايوتيك هم ثلاثه اللي لهم علاج تاثير على الانيروبيك بكتيريا الاموكسيسيلين واخواته والتتراسايكلين واخواته ده دول انتي بايوتيك الغريبه بقى الميكرونيدازول ده مش انتي بايوتيك اصلا ده طبعا ده احنا عارفينه انتي بروتوزوا احنا عارفينه فلاجين فانت لما تلاقي دكتور كاتب واحد الفلاجيل عشان سنانه ما اتصلش هو حاسس ان في التهاب في اللثه واللثه دي بكتيريا انيروبيك بكتيريا الميكرونيدازول دي اكتيفيتي على انيروبيك بكتيريا بجانب تاثيره كانتي بروتوزول درج بجانب تاثيره المشهور كانتي بروتوزول درج فلو شفت بروشيت الاسنان ودكتور كاتبه ما اتصلش عاوز تطلع الواحد حاجه عشان تعالج اللثه والله احسن حل لتاثير الحاله ان انت تديله انتيسبتيك ماوس ووش اللي هو مضمضه
ومعظم الانسيبتكس بتاعها تبع كومباوند معينه مثلا زي كلوروكسيدين البوبيدول اللي هو في البيتادين والسيكلومايد اللي هو طبعا في السيترولين والسيترولين اف والبنزودايامين اللي هو في طنطا المضمضه دي كلها كومباوند لها ايه؟ انتي بكتيريال اكتيفيتي وبرده لها ايه اللي هو سموثنج اكتيفيتي يعني بنلطف في الاستك. الانتي بيوتيك اللي هو ممكن تدي فيلاجين او تدي تتراسايكلين او ممكن تدي ايموكس مثلا او اي حاجه من الحاجات دي والانرجيسك اي انرجيسك لو كان الالم جامد مش لازم الانرجيسك يعني هي كابريورتي في الاختيارات اهم حاجه تديله مضمضه تديله معاها مثلا شريط فيلاجين او مضمضه وشريط تتراسايكلين مضمضه وتديله معاها مثلا شريط من الايموكس مثلا هو هيبقى كويس جدا ولسه هتبقى طبعا الايموكس هيبقى كبسوله اي نوع من الانتي بكتيريك انتي بايوتيك هتبقى كبسوله 3 مرات يوميا والماوس ووش برضه 3 مرات يوميا والانرجيسك 3 مرات يعني هيبقى قطوس صغير وشته هي 3 مرات يوميا هنخلي بالنا ان معظم الماوس ووش بتبقى بدون تركيز معظم الماوس ووش بتبقى بدون تركيز يمكن النوع اللي دايما يبقى فيه تاكيد على التخفيف فيه هو مايه الاكسجين النوع اللي دايما بالتاكيد على التخفيف دايما خلي بالك اول ما تجيلك مايه الاكسجين الدكتور بيتكلم مايه الاكسجين عشان الانتي بكتيريال اكتيف بتاعتها غالبا اكتر من 90% من الحالات بيبقى لازم لها ايه؟ تخفيف وبالذات لو كان الدرجه بتاعتها عاليه احنا عندنا ميه اكسجين 10 و20 و30 لازم تبقى صيدليه لو كانت 10 ممكن وغالبا بتخف 20 100% هتخف 20 100% هتخف 30 طبعا 100% كمان هتخف طيب نشوف اكزامبل اكزامبل دي الماوس ووش السكرين عندنا هنا السكرين اللي هو السكرومايد ماده فعاله والبيتادين اللي هو بنزودايامين لا ده البوبيدون ده البوبيدون ده البنزودايامين والكورالدين عباره عن الاكس دي بي بلا حاجه يعني هي كومباوند كلها لها انتي بكتيريا اكتيف طبعا بتختار الانسب يعني طبعا انا كنت بجيب اشهر 4 امثله عندنا في الماركت اللي احنا طبعا هنتكلم عنها طيب يبقى العلاج التاني عشان ما نكترش من بعض علاج التهاب اللثه مضمضه مع حاجة انتي بكتيريا وتدي مسكن ده حاجة تانية. ما يمكنش المسكن مفيش علاج. طب نخش على ده أول حاجة من الخمس حاجات اللي كانوا موجودين في الماوس. يبقى الماوس داي أو الأورال خمس حاجات. يا إما اللي هو الشفا المشققة اللي هو الشيب دريب أو الهيرمس أو تطرفات الفم أو اللي هو الكانديلا اللي هو الفانجر انفكشن وآخر حاجة لو كانت التهاب اللثة. إحنا بدأنا من الآخر بدأنا بالتهاب اللثة واتكلمنا عنه. قلنا الداعم. قلنا اكزامبل الماركت عشان طبعا الفلاجين والنقطه الحاجات دي مش محتاجه ان تجيبها يعني بس هتكون كويس طب نتكلم عن الهربس هربس سيمبلكس طبعا مش نخش في ديتيلز قوي لان رابعها يعني وقتنا كويس عشان يعني مش ملل يعني الكلام ده كله هي اساسا انتي فايرال طبعا الاف دي اي بدات تقول ان الانتي فايرال اصلا مالوش اكتيفيتي ما بيسرعش الموضوع احنا لازم نبقى عارفين ان الهربس دي اساسا سيلف ليمتد يعني ايه سيلف ليمتد؟ لو ما خدش دواء هتروح خلال 14 يوم لو ما خدش دواء هتروح فبالتالي ما يبقاش قلقان جدا ولكن هو بيبقى عاوز حاجه سريعه عشان المنظر العام كان بيروح شغل ولا حاجه فبالتالي الهرب اللي هو الانتي فايرال اللي هو سايكلوفير اللي هو عندنا تو برودا سايكلوفير بتاع مصر وزوبراكس اللي هو البراند نيم العالمي زوبراكس بتاع جالاكتو ده طبعا اشهر صنفين كنت ما اعرفش ان ده اصلا دول ممكن نستخدمه طبعا الاف دي بتتكلم بيقول لك ان الاسايكلوفير فعليا ما بيأثرش ما بيسرعش التريتمنت ولكن ده يمكن الانتي فايرال الوحيد اللي موجود في مصر. في حاجه نزلت في امريكا وقلنا الكلام ده ولكن ما نزلش في مصر مش هنتكلم عنها لان يعتبر سيريوتيكال بيز لو نزل بعد كده ممكن نبتدي ندركه في الكلام بتاعنا. بتدي معاها كمان انرجيسك لانها بتبقى بينفول بتبقى ايه؟ بينفول. هنا المقصود بيها توبيكال انرجيسك او انسيتك اللي هي مخافه توبيكال او مسكن توبيكال وليس سيستميك وليس سيستميك. يبقى توكل على نفسك او توكل على نفسك اوكي حاجه زي الكافيين ممكن يديها 30 حاجه يعني في الحاجات اللي بتحتوي على ماده فعاله في الكافيين ده بالنسبه لي علاج الهربس الهربس انتي فايرال مع انرجيتك او لوكال انرجيتك مثال السايكلوفير والدوبامين طب الماوس رش الماوس رش اللي هي الفانجر انفكشن في الماوس علاجها الاساسي في الماركت عندنا هو يمكن مادتين بس في الماركت عندنا المركزين هم مادتين اساسا اللي داخلين لعلاج ايه الماوس اللي هي المايكونازول او النستفين مايكونازول او النستفين لو بصينا ليه البرودكت في الماركت عندنا هنبص تلاقي ايه المايكونازول موجود كتير جدا في كذا برودكت احنا خدنا منهم مثلا 2 اللي هو الدكتارين اورال جل
دكتورين كورا الجل اللي هو تحت وميكونان. في طبعا في مايكروبات في اللي هو مايكازول او حاجه زي كده تعريفها. في اكتر من برودكت. المهم ان احنا خدنا ايه اثنين بيحتوى على الماده الفعاله مايكروبات. هنا ده كورا الجل. يعني كورا الجل يعني بتتحط في الفم لان في نفس الفورميشن ديت معموله للسكن عشان ما يتعطلش الكورا. فبالتالي مفيش جبنا حاجه كورا تجيب له اللي هو بتاع السكن طلع بتاع السكن حاجه كورا. يعني زي ما في دكتورين كورا الجل في دكتورين كريم ده حاجه للسكن. فبالتالي ما تخلطش ما بين ده. طب كورا الجل ايه الفرق ما بين ده وده؟ الفكره كلها ان هم حاطينه بطريقه ان لو لا قدر الله البيشنت بقى ما يموتش يعني ما يعملش شيء. الفرق لو انت حاطين كورا الجل ان هو في كومبوننت اكسبتد باي جي اي بي. يعني انت كنت بتاخد على جي اي بي فجاه غصب عنه بلعها شرب ميه ودخل كميه. المهم ايه ما تعملوش قلق في معدته وشوف دخلها في ايه في ريسك. انما لو حطيت الجل العادي ممكن لا قدر الله بلعه وشرب ميه دخل جوه الجسم تعمل ايه مشكله مش هيبقى فيه ازاي. فده الفرق مش هنا مناسبه عشان لو حصل امتصاص عن طريق البلع. ايه لو حصل امتصاص عن طريق البلع. الماده الثانيه اللي هو قلنا عليها الاستاتين. قلنا موجوده في الماركت بتبقى اللي هي مشهوره عندنا الوايت استاتين والكم استاتين اسمه عنه طبعا اللي هو كم استاتين ومرض هايبر. الناس بتوع الصيدليات مش فاكرين في برضه بتبقى ثلاث مرات يوميه بتبقى معلقه صغيره يعني تظهر معلقه كده وتقطعها من طرف ثانيه لو قدر يحط في ايده او بطنه في مشاكل ثلاث مرات يوميه وده برضه ايه بتبقى من الاقطار يعني بتقول ايه نص الاقطار او ثلاث او اربع اقطار او الاقطار الكامله على حسب سنه. احنا غالبا بنقعد في طريق الاطفال بتبقى على حسب سنه كل ما كبر كل ما كانت الاقطار كامله. يعني مثلا اول ثلاث اربع اشهر يكفي جدا نص الاقطار دخل 19 سنه تبقى ايه الاقطار كامله ما فيهاش اي مشاكل. نعم لا مش من اللي هو ده صح من استخدام الانتبيوتيك العلاج اللي هو معايا اصل الفانجوايد. الفانجوايد ايه اللي ساعد عليه انه ينتشر؟ ان البكتيريا اللي كانت بتعمل معاك كومبيتيشن ماتت معايا؟ كانت بتعمل معاك كومبيتيشن التواجد مات ماتت دي انتي بيوتيك موجود فبقى الفانجوايد اخد مني كويس جدا ان هو يحصل له فيه. لما الانسان طبيعي البكتيريا بتعمل معاك كومبيتيشن على البيت ما كانتش قادره ايه ان هو يحصل له فيه. لما دول ما بيستحملش اوكي انا كده كده احنا اتكلمنا عن الفانجر انفكشن الهيربس اتكلمنا عن الجينجفا او الجينجفايتس. طب نتكلم على تقرحات الفم. تقرحات الفم اساسا علاجها تقرحات الفم والتهابات اللثه علاجهم قريبين شويه من بعض. تقرحات الفم اللي هي الكوراتور والجينجفايتس علاجهم قريب جدا من بعض. فعلاج مثلا تقرحات الفم اللي هو انتيسيبتيك ماوث ووش يعني نفس الكلام اللي كان معانا في الجينجفا اللي هو الاورانتين والكاجين والبامبا اللي ممكن تستخدم معانا. في كمان في الانجيسيك وانستيك برودكت. وفي بقى نازل جل يعني مخصص ليه انتي بكتيريال وانجيسيك اكتيفيتي مخصص ليه الفم. الجل ديت ليست انتي فانجا اكتيفيتي ليه انا حصلتها؟ هي لما تشوفها هي دي نعشق الفانجا اكتيفيتي هي لها اساسا انتي بكتيريال مع انرجيسك او انرجيسك اكتيف اوكي انرجيسك اكتيف يعني هي مختلفة او مطفر وليس لها انتي فانجا. ده النقص ما بينها وبين اللي قلنا عليه دلوقتي اللي هو فانج استاتين ومايكرو استاتين والميكونات والدكتورين كورال. ايه الامثله اللي موجوده عندنا في الماركت؟ طبعا الامثال المشهور جدا السلفكس. السلفكس بيحتوي على سلسلة اسيد الانسر اكيد لها انتي بكتيريال والليفن كاين ده مسكن. سلسلك اسيد وجوده ينفع ان هو يبقى انتي فانجا في نفس الوقت. يعني لو واحد استخدم السلفك ليه مشكله ماوس رش ممكن يجيب نتيجه برضه معاه لان سلسلك ليه انتي فانجا اكيد. سلسلك ليه انتي فانجا انما هو اساسا معمول تقرحات. احسن حاجه على الاطفال اللي بيجيب نتيجه سريعه هو السلفك. هو نعم اول ما يحط اول مره او اثنين يحس ان هيجان جامد جدا في القرحه او التقرح ده ولكن بعد كده بيجي يضيق يقول لك يا دكتور زي مرتين وراح اتصرف. ايه؟ سلفكس من اكبر الحاجات. يجي بعدها بقى ايه؟ كورا كيور وجوجل يعني ده كلمات موجوده عندنا في الماركت مش صورها. ده جوجل وكورا كيور وسلفكس. اوكي؟ دول يمكن ثلاث حاجات اللي لما يجي لك واحد يقول لك في تقرحات كمان في الثلاثه. الافضل شويه هو ايه؟ السلفكس. ثلاث مرات يوميا بيبقى فيها زي فرشه، فرشه اللي هي هو بيحطها جوه السوليوشن ونقط على الحته اللي فيها ايه؟ النشا. مثال السلفكس والجوجل
كرة في جورجيا. معايا كده؟ ينفع برضه في هذه الحالة إنك تستخدم مضمضة. يبقى ممكن واحد عنده قرحات دم وجسم بتديله مضمضة ممكن يخف من المشكلة. اديته مثلا كرة دي يخف من المشكلة. ولكن الأفضل حاجات زي السيرفكس لأنها كومبانيشن في البكتيريا مع السيرفكس مع الأنابيوتكس. دلوقتي احنا خلصنا الورا. نراجع الورا بسرعه كده عشان ايه خمس حاجات ممكن نشيل منهم واحد جهاز الصيدليه والدكتور هتوصل ويقول فوق وتيجي يحط ويقول لك بص هتوصل ويشوف فوق فيه ايه. فهو الاحتمالات الخمسه التي لم تتعداها طبعا في حاجه ثانيه هتبقى حاجات خطر بقى يعني مثلا حاجه خطر تحصل مع بره الدكتور ويجي لك مع الدكتور عبد الرحمن. نقول تاني بسرعة ونخش على بعضها. الحاجات اللي نتوقع إن احنا نعملها هي تقرحات الفم، الفانجر كابشر ماوس اللي هي الماوس رش من كتر استخدام الأنتيبيوتيك بالذات، التهاب اللسة، الشفة المشققة، وآخر حاجة الهربس اللي هي بتبقى إيه على اللسة من بره. طيب بعد كده نخش على الدنتال. هنا كلمة الدنتال دي المشكلة في السنة نفسها. معايا دكاترة الدلتا البيت المشكلة مش حوالين السنة، لا السنة نفسها هي اللي فيها ايه؟ الألم، مصدر الألم طالع من ايه؟ من السنة، يبقى الدلتا البيت يبقى بيت فروم تو، من السنة نفسها، اوكي؟ مش المنطقة اللي حوالين السنة. والله لو جالك ايه مشاكل الأسنان اللي ممكن تجيلك في الصيدلية؟ المفروض يعني الفيكس بوكس منك كمان. أول حاجة لو جالك واحد قال لك السنة يا دكتور انك هتلاقيها واحد هزها كده كده، روح على الدكتور على طول. لأن الدكتور اللي عملها طبعا دي بتبقى مشكلة لو كان المشاكل بعد كده ده كان طفل أو يقول له أي حاجة يديله كالسيوم أو يديله أي سبلمنت. المهم إيه لو أهلك واحد جالك واحد سن سنته نازلة ما تديش ملهاش كورة ملهاش أوبسي أصلا هو يلحق الدكتور يا إما يشيلها له يا إما إيه يعمل له أي مقاولات لا يعتمد له عامل أي حاجة أي حاجة يعملها الدكتور كده فيها حاجة إنما دي السنة ملهاش. تاني حاجة لو جالك بقى ببين البين بقى على حسب طبيعة البين. لو كان البين اللي هو ايه ديسابير مسكن يعني يحس بيه ويختفي على طول. لو بيحس بيه ويختفي على طول. بيحس بيه امتى؟ لما يشرب حاجه سخنه او حاجه ساقعه او ياكل حاجه مسكره. ده على طول ده ايه؟ لو جاب شغل الكلام لما باكل حاجه سخنه او اشرب كوبايه شاي احس ايه بالم كده من بعده ما يقعدش ايه نص دقيقه. ده كده بيتكلم عن تسوس. تسوس الاسنان. ده بيتكلم عن تسوس الاسنان. طيب علاج تسوس الاسنان هو طبعا هو اوتو سي لان اصلا عرفت سبب الاسنان ايه؟ انت كل اللي هتعمله هتديله معجون اسنان ركز على معجون اسنان فيه فلورايد. نركز على معجون اسنان فيه فلورايد. ليه فلورايد؟ لان الفلورايد التسلس ده معناه ايه؟ ان في بكتيريا بتعمل استراكشر للبون استراكشر في ايه التوس يعني عظم السنس او حاجه عظميه. بدأت البكتيريا تتكسر يعني بدأت تتكسر بدأت تتكسر الكومبوننت المسؤول عن صلابة السن. اساس الاهتمام ده هو حاجه اسمها كانسر بودي تايب حاجه كده يعني اسمه خط اللي هو الماده هي المسؤوله عن صلابه الاسنان. لو انت خدت حاجه فيها فلورايد الفلورايد ده بيعمل كومبلكس مع الكانسر بودي تايب ده اعتقد صح يعني بيكون كومبلكس بيبقى عنده قدره ان هو يقاوم البكتيريا التاك فبالتالي الفلورايد فعلا ليه فعلا اكتيفيتي فانت لو خدت حاجه يديله معلومة اسنان فيه فلورايد طبعا هو غلط معانا كده نستاذن بقى مش عاوزين نزود الحالة. وتاني حاجة ممكن تديها تدي ماوس لوش اللي هو مضمضة. يبقى لو جالك حالة فيها تسوس اسنان الاوبشن اللي تحت قدامك تديه مضمضة تدي معاها معلومة اسنان مركز على الفلورايد. يعني لو كنت بيجرب اي حاجة ما فيهاش فلورايد تقول له انا اساسي عندك سيبك بقى من ايه الموبايل مش عارف ايه الحاجات اللي هي التانية دي النسع الحساسة مش محتاجة ضبط ومحتاج ايه مكافح التسوس اللي هو زي المكتوب عليه بالفلورايد او غني بالفلورايد ده الاساس ليه الكلام بتاع الاساسيه حاجه تدي معاه حاجه ماوس. طيب الحاله اللي بعدها لو كان البيت مش من نوع يعني احنا قلنا دلوقتي ايه سنه مخلفه او البيت بيجي على طول ثواني بيختفي طبعا بيجي مع حاجه سخنه او مسكره او حاجه ساعة. ثالث حاجه لو كان البيت كونتونس اوكي دي جديده كونتونس يعني ايه مستمر والبيت يعني بيقول لك ايه بيت كونتاتش يعني ولا انت حطيت مسكه ده بصبعي يحس بالبيت او فايت يعني فايت لما يجي في البق والسنتين يخبطوا في بعض يحس بالالم او كل او ضغط بس هنا فرق ما بين كل وضغط ان فوق كان ثواني ويختفي ده هنا في الكل او في هيستوري ان في دنتال فراكشر يعني خبطه
كسرت حته من السمنه بدا يحس ان البيتا ده معناها ان عصب السمنه بيكشف العصب الكشف بتاعته، يعني بالتالي يروح للدكتور ان غالبا حشو عصب، غالبا حشو عصب، اوكي؟ بنسميها دلتا هايبر سنسيتيفيتي، يعني هايبر سنسيتيفيتي العصب بدا يبقى مكشوف، يعني ما عادش مغطي، فاي حاجه بتمر على العصب بتعمل له ايه؟ لو عنده هايبر سنسيتيفيتي لاي حاجه، لمس جديد، تك السنان على بعضها، اي حاجه بتعمل حاجه جامده جدا هنسميها هايبر سنسيتيفيتي. ايه؟ يبقى دي طبعا محتاجه دكتور. يعني جالك واحد الوصف ده لمس كتير مشكلة لو بعيد البق على بعض عشان تحس بألم شديد أو في نفس فراكشر يعني حتة من السنة اتكسرت وقع أو جزء من السنة اتكسر بيلعب بوكس وحتة من السنة اتكسرت شوف إن يبقى إيه هايبر سنسيتيفيتي إن العصب بان هو ده محتاج إن يحشو عصب أو يشيل عصب خالص على رأس الدكتور إيه يحدد الوضع ده مش ليه مش كورة يبقى ده ألم بيجي في البيشنت ده مش كورة سيئة. طب النوع الثالث ان لو جالك البيشنت بيشتكي من الم في الاسنان يصحبه بص ديسشارج يعني في صديق طالع يعني يقول لك ايه ده السنه مطلعه صديق او في ورم باين من بقه يعني تيجي تبص له كده عند الجو لاين الجو لاين اللي فك يعني الحته دي الجو لاين بالنسبه للحته دي الجو لاين ما ده فك اللاين بتاع كده تيجي تبص له كده تحس ايه ان وشه وارم اوكي وشه وارم او في بص ده معناه ان عندنا ديرتال ابسنت اشهر الحاجات اللي بتحصل فيها المشكله دي بعد الواحد يكون خلع سنه بعد ما يكون خلع سنه والدكتور مثلا ما نظفش كويس او الواد او البيشنت مثلا ايه ما التزمش بالجود هايجين اللي هو المضمضه او ما خدش انتبيوتيك وبدا ياكل حاجات مسكره وطبعا الجرح لسه ما لمش نتيجه ايه خلع السنه ممكن يحصل ايه انفكشن تعمل على طول صديد وتبص ايه بق وارم فهي بتعرفها ازاي بيبقى دنتال بين ويز فيشيا سويلينج يعني في ورم في الوش فين بالظبط؟ الجولاي الجولاي تلاقيها موقفه وش كله يعني تقول لك انا الالم جامد جدا والوش كله واقف مش قادر اتحرك طبعا لما انت تبص تلاقي الجنب اليمين كويس والجنب الشمال في مشكله ورم شويه وطبعا بيبقى فيها بص وساعات وبيبقى فيها فيبر لانها بكتيريا اوكي بص يعني ايه انفكشن طبعا دي دلتا الابسس طبعا كده محتاج انتي بيوتيك وزي ما احنا بنقول الافضل انها فيها انتي بيوتيك يبقى مشكله في الكونديشن اوكي يبقى دي علميه مش هتكلم طبعا في الواقع ساعات يمكن اهل البيشن يقول لك يا دكتور ادينا حاجه حاجه بسيطه حاجه تخففه طبعا لو فيها ابسس اعتقد ان السيرم مش هيبقى افكتيف قويه افكتيف قويه الافضل في هذه الحاله اللي هو فرصه انتبيوتيك خالص لو اخبروك ان انت تدي حاجه ادي برموكس المخ على الاقل اربع ايام سكر بنزل اوكي كويس جدا في مصر كلها من اكثر الحاجات اللي بتجيب نتيجه كويسه جدا برموكس خالص اوكي يعني مش لازم نخش في السبتاكسي قوي البكتيريا مش خطيره لدرجه بس هو فيها بس الصح ان انت تدي حاجه تدي حاجه انت بيقول كورس كويس يعني سيبك من ايه خد الفرقه ماليه وبعد كده تخف هتدوس تلاقي بعد يوم تاني يوم بعد شهر تاني سيبك من الكلام ده الكورس صح من اربع ايام او ثلاث ايام على الاقل خالص خالص الصبح في الليل طب والله ما فيش اي حاجه والله يا اما انت تقول روح الدكتور او تديله لوكالز يبقى تاني مشاكل السنين مشاكل السنين بتتغلب يا اما التسوس او العصب مكشوف او دلتا اف اللي هو صديق ده كلاس نيرس ولا حاجه واخر حاجه لو كان سنه مزرعه او اي في السنان الحاجه اللي بتصير وحيده هي الدلتا الديكي اللي هو التسوس طيب والله مثلا في دلتا هايبر سنسيتيفيتي هو كده كده المفروض يروح الدكتور عشان يعمل حشو عصب انا ممكن لغايه ما يروح الدكتور لو كان جاي لك بالليل مثلا اللي تحت قدامك انت تديله ايه؟ دلتا او لوكال سيفيك او انرجيسيك ليه؟ حاجه تخفف الاسنان لان الاسنان بيتهم على السنه نفسها كويس حوالين الاسنان مش على اللثه او تديله انرجيسيك الامثله اللي موجوده عندنا في الماركت اللي هي ايه؟ لو السنه نفسها اللي بتوجع وهو سواء هيروح للدكتور او تو سي هو بس عاوز يعمل حاجه سريعه بس يروح للدكتور عشان تخفي الام الاسنان الام الاسنان وليس الام اللثه او الام اللي عندنا في الماركت حاجات زي البروفاكين ده مس تخش كده معينه تحط على اللثه طبعا ده بيحتوي على اللي هو الكلوب اويل الكلوب اويل طبعا انتوا عارفين ده من الحاجات الكويسه جدا في الم الاسنان وفي المونتيزان برضه بيحتوي على كده كومبوننت وفي الدنتي لوكس وفي الدنت قلب وفي الدنت كويين بتاع فرده في اكتر من برودكت كويس جدا بيعملوا كنترول للبين بتاع الاسنان بعيدا عن ده فصل الاسنان بالنسبه
يعني ما حدش في مشاكل لسه مشاكل كبيره بتحصل في الاسنان. طبعا ده لو هو ده علاج الحاله او الواحد يروح للدكتور انا هديك ده ولو ما ارتحتش على بكره قرر انا بروح للدكتور على طول الا اكيد انت في مشكله طبعا الذهاب لهذه الحاجات يعني عنده يوزوز يعني عنده يوزوز طبعا لان معظمها الاكشن بتاعها بيبقى الميديت اكشن بيبدا في 2 3 والديوريشن بتبقى ما بتبقاش عن ساعه يعني ساعه او ساعتين يعني مش انا جست لو انت خدت الفورا لان جست الفورا بيشتغل بعد ربع ساعه ويشتغل معاك 9 ساعات انما ده في معظمها ايه الاكشن بتاع ساعتين ثلاثه فبالتالي بتحتاج كل ما يتقرر قال ان انت تحط تاني ممكن تحط كتير فيه بس طبعا المفروض ما يبقاش فيه بلا يعني لو انت حطيت تقطع سنه ما ينفعش تبقى كل حاجه لان المكان هيبقى ايه مشكله مع الانسان. الليمبين اي حاجه فيها انستك كونترا انديكيتد لو في بريمنس كونترا انديكيتد لو في بريمنس اي واحده حامل ترعى تعمل في الاسنان اي حاجه تعرف الدكتور كده ما تحطنيش اي مرض لان كونترا انديكيتد بيروح للفيبس فمش مش هتيجي عليه اي كونترا انديكيتد بريمنس واحده صغيره بتقطع سنه بتعمل اي حاجه من الاسنان لو الدكتور لسه يسالها تقول له كده الاول ايه انا حامل حط لها المبدل غلط على الجيل ده يمكن ننزل هناخد بس ايه 10 دقايق.